أقول المبادئ لا يقف أمامها إلا المبادئ. ولذلك لما وقعت مصر في خناق الشيوعية ضربت الحركة الإسلامية، حورب الإسلام، أظهر أهل الدنيا وأهل الفساد في مصر مدة 20 سنة. لابد لمحاربة الإسلام أن تظهر طبقة جديدة منتفعة. فعندما أراد السادات، عندما رأى السادات أن مصر وقعت في قبضة الشيوعية وأراد أن يطهر البلد من أتباع الرئيس السابق، سأل مجلس الوزراء كيف نحارب الشيوعية؟ قالوا ليس لك إلا أن تخرج الإخوان المسلمين من السجون. لا يقف أمام المبادئ إلا المبادئ. شيوعيين وقف أمامهم إخوان مسلمين يضحدون من المجتمع. مجلس الوزراء الذي معظمه لا يعرف الله عز وجل، لكن يعرفون الحقيقة أن المنافع لا تقوم أمام المبادئ، وأن المطامع الدنيوية لا يمكن أن تقوم أمام أناس باعوا الدنيا وأرادوا الآخرة. لا يمكن، يستحيل. مبادئ تحتاج إلى مبادئ، عقائد لا يضحدها إلا عقائد، ولذلك أصحاب العقائد هم الذين ينتصرون مهما طال الزمن وإن كانت فاسدة. ولكن أصحاب العقيدة الصحيحة هم الذين يفوزون على الجميع، ولا يملك أحد عقيدة صحيحة إلا المسلمون الصادقون إن شاء الله.